ابرز الظواهر الحقيقه في الاسابيع اللي فاتت والصوره الطيبه كمان لازم نتكلم بكل امانه عمليه التحكيم المصري واخرها مباراه النادي الاهلي وسيراميكا، وكمان زي ما قلت لحضراتكم في مباراه الزمالك وبيراميدز يعني كان في اخطاء بسيطه، يعني وارد جدا الاخطاء في المباريات ولكن ما بتاثرش بشكل كبير على النتائج. الحقيقه التحكيم الاسبوع اللي فات كان شكله حلو، التحكيم المجمل كان اداء اكتر من رائع في الفتره اللي فاتت، عشان كده يمكن كمان استقر مسؤول اتحاد الكره برئاسه جمال علام على بقاء البرتغالي بيريرا رئيس لجنه الحكام بعد التطور الملحوظ في مستوى التحكيم في الحقيقه في الفتره اللي فاتت. الحقيقه الامور حاليا داخل اتحاد الكره او لجنه الحكام مبشره الحقيقه، وان بيريرا الحقيقه عامل شغل لحد دلوقتي شغل جيد جدا، وقال لن نتخلى على الحكام المصريين، سيظل مساندا بكل قوه للتحكيم المصري، وان الاتحاد الحقيقه بيشيد ببيريرا واسلوبه وطريقته في تطوير الحكام واخراج كوادر كمان جديده على مستوى التحكيم. مجلس اداره الاتحاد الكوره بيدعم بشده بيريرا ومقتنع بيه وبرؤيته وبالبلان او الخطه يعني اللي هو حاططها في الفتره اللي جايه للتحكيم المصري.